بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فرحان إن أنا أكون وياكم النهاردة. أولا بداية سنة جديدة، كل سنة وأنتم بخير، وسنة جديدة حلوة مليانة بركات الفرح والمحبة والسلام لكل إنسان. والحقيقة مع عيد الميلاد المجيد، طبعا العيد ده بالنسبة لي السنة دي له طعم آخر باعتبار أن ده أول عيد أمارس فيه مسؤوليتي الجديدة. وفي عيد الميلاد بيترفع قلبنا للسماء حيث الملائكة، وبشارتهم بالفرح الجديد لكل العالم. في قصة الميلاد يمكن الشخصية الرئيسية، طبعا غير ميلاد ربنا يسوع المسيح، كان شخصية النجم. والنجم، استخدام النجم في علامة رمزية ان المسيحية سماوية محلقة في السماء. ومسيحيتنا لو جينا نسأل ابتدت منين، نقول ابتدت من السماء. والسماء بمعنى ان الآية المشهورة في يوحنا 3:16 تقول هكذا أحب الله العالم. ولما أقول هكذا أحب الله، الله في السماء أحب العالم كله. والمحبة ده هي لم تكن محبة نظرية بل محبة عملية. عشان كده أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هذا البذل ابتدى بيوم الميلاد. والنجم، نجم الميلاد، قال عليه القديس يوحنا ذهبي الفم إنه لم يكن نجما عاديا بل كان ملاكا في صورة نجم. شيء يفرحنا إن احنا عينينا تبقى مرفوعة للسماء. لكن كمان في قصة الميلاد بنتقابل مع نجوم كثيرة ممثلة في شخصيات اجتمعت كلها حوالين قصة الميلاد. مثلا نجم يمثله القديس يوسف النجار، شيخ كبير متقدم في الأيام، يعمل في هذه المهنة المقدسة، مهنة النجارة. وهذا الشيخ المتقدم في الأيام يصير حارسا لسر التجسد، ويصير حارسا وحاميا لأمنا العذراء مريم. وقصة يوسف النجار وتعبه مع هذه الصبية مريم في أثناء ولادتها، وأيضا بعد الولادة والهروب إلى مصر وتحمل مشقة سفر طويل ويستمر في أماكن كثيرة ولم يكن لمكان واحد، وتتبارك أرض مصر بزيارة العائلة المقدسة. النجم الثاني بنشوفه في قصة الميلاد هو القديس يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان بنسميه القديس يوحنا السابق والصابغ والشهيد. سابق للسيد المسيح، أكبر منه بالجسد 6 شهور، وصابغ لأنه قام بالمعمودية في بداية خدمة ربنا يسوع المسيح، وأيضا الشهيد لأنه ختم حياته بالاستشهاد تعبيرا ودفاعا عن الحق. نجم طبعا يوحنا المعمدان، لأنه نشأ من أسرة برة، أسرة زكريا الكاهن وزوجته أليصابات نسيبة أمنا العذراء، والأسرة المقدسة دهيت اللي بقيت وقت طويل لم يعطيها الله نسل، ولكن تمجد أخيرا وأعطاها يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء. نجم ثالث من نجوم الميلاد القديس سمعان الشيخ. سمعان الشيخ إنسان متقدم، يقال إن عمره قارب 300 عام، وهو اللي كان مشارك في ترجمة الكتاب المقدس في سفر أشعياء، وجد الآية المذكور فيها ها العذراء تحبل وتلد، فلقى الكلمتين مش ماشيين ورا بعض، عذراء وتحبل مش مرتبطين ببعض، أو يعني ظن إن فيهم تناقض، وده فكر بشري. لكن الله أعطاه العمر الطويل حتى يرى هذا
الأمر. فتأتي أمنا العذراء مريم وتقدم الطفل الصغير وتضع بين يدي الكاهن وتقدم تقدمة شكر للهيكل. فالكاهن اللي هو سمعان الشيخ يقول العبارة الجميلة: الآن تطلق عبدك، الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناه قد أبصرت خلاصك. خد بالك إن هو شايف طفل صغير لكن أبصر خلاص المسيح. لأن عيناه قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. نجم في الميلاد. نجم آخر في الميلاد القديسة حنة النبية، تلك الأرملة التي بقيت 84 عام عابدة بأصوام وصلوات في الهيكل وكأنها إنسانة مكرسة، وتصير بهذه الصورة الجميلة منتظرة هذا الحدث الجميل وميلاد شخص ربنا يسوع المسيح بالجسد. نجم خامس بنلاقيه ممثل في مجموعة الرعاة. الرعاة ناس بسطاء ولكنهم أنقياء، وبحسب التقليد اليهودي القديم كانوا يعتبروا على هامش المجتمع. يقال إن ما كانش يبقى لهم تسجيل في السجلات الرسمية بتاعة البلاد لأنهم قوم رحل من مكان لمكان. الرعاة أول من خبروا ببشارة الفرح وميلاد ربنا يسوع المسيح. نجم سادس المجوس، والمجوس قوم غرباء قدموا من بلاد بعيدة من المشرق وكانوا في عبادات وثنية وكانوا يمثلوا العالم الوثني. الرعاة يمثلوا العالم اليهودي، ويأتي المجوس بهداياهم اللي قدموها حسب التقاليد اللي عندهم، وجايين بالسؤال الجميل: أين هو المولود ملك اليهود؟ نجم، وهو دول اللي النجم من ناحية الفلك كان بيرشدهم في الطريق. نجم سابع بنلاقيه في هذه النجوم هو الملائكة اللي ظهروا في جوقات كبيرة ومرتلين ويقولوا التسبيحة الجميلة بتاعت الميلاد: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. حالة فرح، والملائكة قوم يمثلون السماء. فتاخد بالك وياي ان حوالين ميلاد ربنا يسوع المسيح اجتمع اليهود ممثلين في الرعاة، والوثنيين العالم الوثني ممثل في المجوس، والسمائيين ممثل في الملائكة. الصورة الجميلة دي هي دي كانت تركيبة الإنسانية في ذلك الوقت أو في ملء الزمان. لكن الحقيقة النجم الأسمى في هذه الأحداث كلها هو أمنا العذراء مريم. العذراء مريم اللي بنسميها دائمة البتولية، وبنعطيها ألقاب كثيرة جدا، وبنخصص لها شهر كياك في المدايح، وبنذكر شفاعتها في كل وقت ونطلبها، ونسميها أمنا العذراء القديسة مريم، وبنسمي بطنها معمل الاتحاد الإلهي، وفي بطنها التقت السماء والأرض وتجسد ابن الله منها. هذه النجوم كلها بتقدم لنا رسالة مهمة جدا، انك احتفالك بالميلاد يعني انك تعيش في السماء وتصير نجم، ولا تصير حياتك أرضية فقط او ترابية فقط، ولكن حياتك تصير سماوية. واحنا بنتكلم على النجوم الكثيرة لصحبة أحداث الميلاد لازم يكون لنا رسالة واضحة. طبعا الرسالة الأساسية ان اجعل حياتك دايما حياة سماوية، خلي حياتك حياة سماوية، والحياة السماوية ده هي ترتفع عن الأرض. صح بنعيش على الأرض برجلينا، بنروح وبنيجي، لكن خلي حياتك دايما حياة سماوية مرضية أمام الله. مثلا ممكن نتعلم فضيلة الإصرار من خلال المجوس اللي تعبوا
ولغاية ما وصلوا، وإصرارك الروحي في حياتك ونفسك الطويل دي رسالة مهمة إنك تاخدها وياك في العام الجديد. ممكن يكون التدريب اللي ممكن ناخده في هذا العام الجديد ممكن يكون حياتنا الروحية المنظمة والمستمرة. وأنا أحب أقول تدريب كده مبسط. التدريب المبسط ده ممكن يكون مناسب لكل واحد، كل يوم ارتبط بالإنجيل وبالصلاة كل يوم، وخلي شبعك الروحي يوميا في إنجيلك يوميا، في صلواتك، والصلوات بقى بأشكالها المتعددة، بالأجبية، بالتسبيح، بالمدايح، بالترانيم، بالصلاة القصيرة، كل دي سبل متاحة قدامك. نمرة اتنين، كل أسبوع أيضا خلي لك النبع الروحي اللي ممكن ترتبط بيه. قدامك قداس بتحضره، ومعظمكم بيبقى مرتبط بقداس يوم الحد، ده غير القداسات اللي بتقيمها الكنائس في أيام الأسبوع الأخرى. واهتم بصوم اليومين اللي هو صوم الأربع والجمعة. الأربع بيقول لك رسالة إن الخطية خاطئة جدا، أو الخطية خيانة لمحبة الله، فدي بتذكرنا، ده تذكار أسبوعي. الجمعة بيفكرنا بإن فدائنا وخلاصنا جه من خلال الصليب المقدس، صليب المسيح. فخلي عندك التدريب ده الأسبوعي. التدريب الشهري إنك ممكن تحضر اعترافك أو تقابل أب اعترافك، لكن تفرغ قلبك باستمرار طلبا للتوبة. والحاجة التانية اللي تعملها إن يكون لك قراءة روحية شهرية، يفضل إنها تكون في سير القديسين أو في الشبع الروحي أو في الدراسة الروحية بصفة عامة، بحيث إن يبقى فكرك فكر روحي. لو عملت البرنامج ده بسميه كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، لو عملت البرنامج ده هيكون تدريب تقوي روحي مبسط يفيدك، تقدر تعمله في أي وقت وفي أي مكان. يبقى الرسالة الأولى والأساسية في احتفالنا بالكريسماس إن تكون حياة الإنسان حياة سماوية. أتمنى ليكم كلكم حياة مقدسة في المسيح، وتصير حياتكم كنجوم. وأتذكر قول القديس يوحنا ذهبي الفم لما بيخاطب الإنسان المسيح، وبيقول له بيخاطب الإنسان المسيح الموجود في الكنيسة، بيقول له أن تكون شمسا أو حتى قمرا أو حتى نجما، المهم أن تكون في السماء. يعني أي واحد فينا ممكن يكون شمس، يعني كبير مشهور معروف، أو قمر أقل شوية وضوءه محدود اللي بياخده من الشمس، أو نجم البعيد خالص ويظهر لنا أو يبدو أنه صغير. المهم تكون أي حاجة، شمس، قمر، نجم، المهم تكون في السماء. كل عيد ميلاد وانتوا طيبين.